السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن رؤية الكرش في المنام، أو زي ما بنقول البطن الكبيرة. أحيانا ممكن الواحد يشوف بطنه كبيرة أكبر من الواقع، فرؤية البطن الكبيرة أو الكرش زي ما بنقول باللغة العامية، رؤيتها ايه في المنام؟ اولا رؤية من يطوي بطنه، او زي ما بنقول باللغة العامية يشفط كرشه لجوه. هذه الرؤية تدل على خسارة بعض الاموال. اما رؤية الكرش عموما، انت شفت حد كرشه كبير، هذه الرؤية لها معنيين اتنين. ان هذه الرؤية اما انها تدل على المال، واما تدل على الاولاد. الإمام النابلسي كان له رأي مختلف تماما عن رؤية البطن الكبيرة أو الكرش، فاللي احنا ذكرناه ده كلام الإمام ابن سيرين. إنما الإمام النابلسي بيقول إيه؟ بيقول إن رؤية الكرش أو البطن الكبيرة في المنام تدل على ثلاثة أشياء. طبعا الثلاث أشياء دول مختلفين عن اللي ذكرهم ابن سيرين. قال أنها تدل هذه الرؤية، رؤية البطن الكبيرة أو الكرش، إما على السجن، وإما على الصحة الجيدة، وإما على المرض. رؤية البطن الكبيرة المنتفخة أو الكرش. أما رؤية أن بعض أمعاءه خرجت من بطنه، هذه الرؤية تدل على فك سجنه لو أنه مسجون، تدل على فك كربه لو أنه مكروب، أو أنها تدل على فك سجن عزيز عليك. رؤية أن شيئا من أمعائك خرجت من بطنك المنتفخة أو الكبيرة. أما رؤية من فقد كرشه، واحد في المنام شايف أن بطنه كبيرة وفجأة ما لقاش بطنه، يعني لقاها بقت نحيفة جدا. إيه معنى الرؤية دي؟ هذه الرؤية تدل على فقد عزيز عليه أو فقد صديق. أما رؤية النار تخرج من بطنه، هذه الرؤية تدل على أن صاحب الرؤية آكل لمال اليتيم، والآية مشهورة فيما معناها علشان ما حدش يعلق علينا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوانا إنما يأكلون في بطونهم من إيه؟ نارا. مش بس كده، وسيصلون سعيرا. فاللي بيأكلوا أموال اليتامى ظلم وعدوان، هذه الرؤية في الحقيقة رؤيتها أو انعكاسها في المنام إن أنت تشوف نار تخرج من بطنك، أنت آكل لمال اليتيم. رؤية الشخص إن كرشه منتفخ أكبر من العادة، هذه الرؤية تدل على تولية صاحب الرؤية منصب كبير، رؤية الكرش المنتفخ. أما رؤية شق البطن وإخراج شيء منه، انت استشعرت في المنام ان بطنك فيها حاجة، فانت شقيتها وخرجت منها الحاجة اللي انت شايفها او حاسسها. هذه الرؤية تدل على زوال الهموم، تدل على زوال الهموم. اما رؤية ان الكرش اصبح نحيفا، هذه الرؤية تدل على توبة الحالم او صاحب الرؤية، تدل على توبته من الذنوب والمعاصي. اخر رؤية معنا، من يرى انه يزحف على بطنه، هذه الرؤية محمودة جدا، تدل على أن الحالم صاحب الرؤية يمشي في قضاء حوائج الناس. دي كانت بعض المعلومات القيمة عن رؤية الكرش في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.